أذكر بالنسبة للإخوة اللي إذا جاء رجل إلى الصلاة وقد فاتته صلاة الجماعة، الجماعة الأولى، الجماعة الأصل الأم، فلا يصلي مع الجماعات هذه. ما في جماعة إلا جماعة واحدة. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كان الرجل إذا فاتته جماعة النبي لا يقيم جماعة أخرى أبدا، يصلون فرادى، وهذا أهيب لصلاة الجماعة، لأنه غير هيك الناس تظن أنه هي جماعة، هاي الجماعة، لا لا، فهو يبقى أنه فاتته الجماعة وانتهى، ولا تكرر الجماعة. هلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي قال من يتصدق عليه، هذه لك نافلة، إنما الجماعات هذه تصلى فروض، فلا يستدل بهذا الحديث على هذه الحال. فبالتالي يا أخواننا من فاتته الصلاة لصلاة الجماعة الأم فلا يقف، معناه يصلون ما يسمى جماعة، إنما الجماعة الجماعة التي كتبها الله. طيب لا في غير المسجد لا بأس، في غير المسجد خلص، ما هو ولا واحد يا جماعة، هذه يعني هذه اللي يسميها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفرد، صلاة الاثنين، وصلاة الثلاثة والأكثر، إنما الجماعة التي تقام في مساجد المسلمين. ألا فإحنا لما نصلي في بيوت أو في عمل هي ظاهرها هذه أزكى عند الله، يعني صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه أزكى من الصلاة، إنما صلاة الجماعة التي يؤذن لها ويقام لها في بيت يجمع عليه المسلمون. طيب أكبر الله.